واحد كان بيحب ابو سيفين اسمه نبيل، وده مهندس في اسكندريه. المهندس ده شغلته البواخر اللي جاي من بره من امريكا من لندن يطلع يجيبها من جوه البحر بمركب صغير، بقارب صغير. نبيل ده المركب واقف جوه المايه، فركب قارب صغير وراح يجيب الايه، يركب مع المركب. هم بينزلوا الحبل بهل، هو يركب بالحبل ويطلع فوق ويركب معاهم، يتدخل في المكان اللي هو عاوزه. هو طلع بالحبل وفاهم شغله، ايده فلتت من الحبل وراحت نازله فين؟ ايده نزلت في قاع البحر. هو وهو بيقع من الحبل لحد الميه، يا ابو سيفين، يلاقي ابو سيفين على قاع البحر تحت قاعد ويقول مع ايات: ادعيني في وقت الضيق انقذك وتمجدني، انا معك كل الايام. ابو سيفين تلت ساعه هو وهو يتنفسوا زي عادي. ابو سيفين قال له انا هسيبك يا نبيل وامشي. هم نزلوك حمو، نزلوا حبل من فوق خالص. راح ابو سيفين لف الحبل عليه وسابه واختفى. اللي فوق بيشدوا الحبل، لما لقى الحبل اتحرك تحت شدوه، طلع لفوق. من حظ نبيل وحش جه جنب الموتور بتاع البخره، جنب المراوح، تخبط المروحه كده تكسر مروحه شديده، يبقى مطوب المروحه تضربه كده 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 كده، عقبال ما طلع فوق لقوه زي الفرخه المقطعه، الجمجم مكسر، الدراع مكسر. يا ما مات نبيل يا خساره. شالوه على باب خشب وخلوه في الاسعاف ودوه المستشفى، لقوه ايه؟ مفيش. حطوه دخلوه في اشعه، لقوا في 13 كسر مضاعف في الجمجمه وفي الصدر وفي الرجلين. طيب نعمل، الدكاتره مش عارفين يعملوا حاجه. الساعه 7 الصبح لقى ابو سيفين جاله، قال له: نبيل جيتك يا بلبل، لو طلعتك من الميه امبارح سليم ما كانش حد يحس بالمعجزه، انما عشان الناس شافوه في المستشفى مقطع، راح لمسوا راسه ورجليه وجسده شفاء تام، بقى يجري والبيجامه ملوثه دم ويقول لهم: ابو سيفين جاني، بس المجد ليك يا رب. الله، الحادثه اللي جت بالليل دي، هو ده ازاي بيجري كده سليم 100%؟ خد الدوسيه بتاعه والاشاعات وهو مكسر وهو سليم وبيجري، وراح دير ابو سيفين في كارير في اسكندريه وقدم شكر لله وعمل تمجيد ابو سيفين.